عام وانت بخير. عيدكم مبارك وعيد كل الأمة الجزائرية والأمة العربية مبارك، وكل طاقم التلفزيون الجزائري مبارك علينا وعلى كامل الناس. إن شاء الله يدخل علينا بالفرح والسرور وننسى وقاع اللي فات إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وكذلك راهي منورتنا بالحضور انتها بإطلالتها الجميلة سماح عقلة، كل عام وانت بألف خير. الله يسلمك، صحة عيدكم وصحة عيد كل الشعب الجزائري، نقول لهم صحة عيدكم إن شاء الله بالصحة والهنا، وشكرا على هذه الاستضافة. نورت دارك ونورتينا، كذلك راهي منورتنا بالحضور فنانة صنعت التميز من خلال أعمالها خلال التلفزيون من خلال قنوات التلفزيون الجزائري، هيفاء رحيم نورتينا وصحة عيدك. شكرا، منورين بكم وشكرا على الاستضافة، وعيد مبارك سعيد للأمة العربية والأمة الجزائرية إن كانت في البلد ولا في الخارج. نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، وأدام الله علينا الصحة والعافية إن شاء الله. وكذلك اللي استمتعنا بصوتها في بداية هذه السهرة لامية أيت عمارة، كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. شكرا على الاستضافة، وهذا شرف لي اللي نكون مع فنانين كبار في هذا اليوم. الله يسلمك حبيبتي، ان شاء الله اكيد راح نقضوا سهره ممتعه مثل ما قضينا شهر جميل بحضور مميز. كذلك لعادل الملكي نرحبوا بك زميلي. صح عيدكم كل عام وانتم بخير. جيسبر ان شاء الله تعيدوا بخير وعلى خير، وكامل الناس اللي يشوفونا وكامل الناس اللي يتبعونا. دونك رافقناكم طيله شهر رمضان الكريم، واليوم بيان سور عاودوا رافقوكم في عيد الفطر المبارك. ماما راح نتوحشكم الله، ونتوحشوا خاصة يعني المشاهدين اللي كنا يعني كل سهرة نتلاقاو بهم، وخاصة يعني اليوم أكدي لي على الإطلالة بالبابيون. الله يبارك لأول مرة راني بالبابيون في حياتك كامل في حياتي كامل لأول مرة، باسكو المشاهدين دوك يشوفونا في إطلالة عيد، لازم يكون إطلالة عيد، وبيان سور بحضور فنانين كبار. شرف كبير أنه تكون معنا فنانة كبيرة وفنانة قديرة بهي راشدي وكامل الفنانين الاخرين. دونك مرحبا بك، ربي يحفظكم، وان شاء الله جوز خفيفه وحلوه ان شاء الله بكم بحضورنا. ان شاء الله عادل. كذلك نرحبوا بالدي جي نيسو، اللي نقول لك صحه عيدك دي جي، كل عام وانت بخير ان شاء الله. هنا كما نعرفوا نعيشوا ما شاء الله اجواء عيد مميزه باكيد تميز قناتنا بتميز هذا البلاطو اللي نور بكم. احكي لنا يعني فنانتنا كيفاش الفنانه بهي راشدي تعيش ايام العيد، يعني وش هي الطقوس اللي تميز هذا اليوم بالنسبة بليك؟ أولا طقوس طبعا الناس العاصمة هي كما كل الولايات الأخرى، طبعا هو عيد للمسلمين، عيد بعد صيام 30 يوم نوجدوا له تقريبا أسبوع من قبل. فنوجدوا طبعا قائمة تاع الضيوف اللي راحين نزوروهم واللي راحين نستقبلوهم أيضا، ثم نوجد الحلويات ونسبن كما نقولوا بيوتنا، ونديروا لمسات جديده نتاع النساء هذيك فيما يخص لونج دو ميزون كل شيء جديد يندار على الاقل اسبوع من قبل باش نستقبلوا الضيوف. هذه حلاوه العيد وهذه الاجواء اللي تميز العيد، لازم تبان لازم تبان. طبعا كل وحده، احنا في الاسره كل وحده نكلفوها بمهمة. العروسة الجديدة عندها مهمة، البنات العويتقات عندهم مهمة، والنساء أيضا الكبارات عندهم مهمة. فتصيبي كل نحلات البيت هذا ما قايمين بواجباتهم، كل واحدة تعرف واش باش راح تقوم بالواجب نتاعها. مثلا الكبار يديروا الحلويات تاع العيد، بنات الصغار يقوموا بتنظيف البيت، العرايس هما اللي يديروا اللمسة الأخيرة نتاع البيت. أما بالنسبة للاستقبال، طبعا عندنا استقبال تاع الناس. المراحنا عندنا في أول يوم تاع العيد ما تخرجش العروسة الجديدة، يدوها في ثاني عيد لأهلها. فنبقى يعني محافظين على هذه العادات وهذه التقاليد الرائعة. أكيد عندها مغزى وعندها رسالة. صح. أكيد صح. أكيد، وإلا سبحان الله تصيبي الرجال يخرجوا نعم في يوم العيد، أولا يقوموا بصلاة العيد بالفرائض نتاعهم في الصباح، أما في المساء هما يخرجوا مع الأطفال الصغار. ربة البيت تبقى في البيت حتى تستقبل الضيوف اللي يجوا من كل جهه. فطقوس العيد رائعه ممتازه. هو يوم فرحه بيان سور، كي نقولوا يوم العيد ابني. هو يوم فرحه. انا حبيت نسقسيك
على بالنا باللي يعني الموائد الجزائريه تميزها حلويات كثيره. نعم. بالك الحلوى اللي كل عيد ما تخطيكش انت، لازم هذيك الحلوى لازم تكون، سينو بلا بها ما يكونش العيد. احنا شوف في كما تقول ميده العيد، الميده نتاع العيد حقيقه متنوعه، ولكن في العاصمه لازم مقروط العسل. بلا به ما يمشيش العيد. لا 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 ما تكونش يعني الميده كامله. لازم مقروط نتاع العسل. وعبد الله الكردي يحب مقروط العسل. والله هضرنا قبل العيد بشويه، قلت لهم قاعده هذه لازم صابلي وكروكون ومقروط. انا سخفت على البراج في رمضان، قلت لهم ديروا لنا البراج، قالوا لي انت مهبول. علاش جوز ديما تاعك تاع العيد عبد الله؟ والله اولا نجوزهم هنا ولا في صدراتها؟ نفوتهم في صدراتها بيان سور. انا جو سوي نوستالجيك. سما نتفكر، وكل ما كل ما يتقدم بينا السن كل ما نتفكروا لي زانيكدوت القديمه تاع تاع الطفوله. يتقدم بك السن. دونك يعني توحشهم عبد الله. انا نعرف الاول اللي يجي خالي. خالي ومن بعد خالي الاخر. ربي يحفظهم لك. دونك العيد سي الاقارب اللي يجيو للام تاعي الله يرحمها، تسمى هي اللي الكبيره فيهم، يجيو عندها يشوفوها ويدينا خالي كي كنا صغار. نديروا تصويرة العيد. وانا تصويرة العيد درك ندي ولادي يديروا تصويرة العيد عند الفوتوغراف واقفين هكا ويديروا لابوز. لازم في العيد لازم. ما يهمنيش كاين تكنولوجيا غير هي ونقدر نصورهم في الدار ايتو. بصح تصويرة العيد وحدها صح، باسكو منها على 10 سنين ولادي ولا نهار اخر بالك يكونوا عندهم جدهم يقول ولاد ولادي يقول لك شوف كيفاش لابس ويضحك على روحه. مالغريت هذاك الوقت سي 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 تي لاموت باسكو هذا اللبسه اللي رانا دوكا بالك نضحكوا عليها غدوه. ما كانش يعني ديجا من ذاك ويخرج هاشتاج زعما صورتك القديمه. أيوة. عشتك القديمه دونك يفو غاردي ايمورتاليزي لو مومون هذاك. بيان سور. دونك انا تصورت العيد عفسه مهمه لازم تكون لازم. وعلى ذكر الهاشتاج يعني على ذكر تذكارية صور عجيبة. يعني ملي كان في عمري يمكن سنة حتى لدوك. ويعني بكل الالوان كل عيد. راك تحكيك على الالوان اللي سمحتي لي. الالوان كنت ديتوني في الاخضر في الاحمر، يعني كما قال عبد الله لا فوتو تاع العيد الي سكري الي سبيسيال. يعني حتى ولادي الان كل عيد كما قال يلو كان في البيت. احنا كنا نروحوا عند فوتوغراف زمان قدام البو تاع الفلوغ ويدير لك دي ديسان في الاخر الجدران. دونك هذيك هي حلاوتها. اي فوالا. دونك دوكا احكي لنا دوكا، اسكو مازلتوا دائما محافظين على هذوك العادات والتقاليد ولا تبدلت فيها الامور؟ تبدلت فيها الامور. واش تبدل اكزاكتومون؟ الصور العيد كيما انا كنت كل عيد كنت صغيره كنت نروح عند الفوتوغراف، دوكا ولادي يتصوروا في البيت كما قال لك مع لا التكنولوجيات والتحضيرات. التحضيرات مازلنا نتبعوا عاده موالينا وجدودنا كما قالت طاطا بهيه. اسبوع قبل العيد تحضيرات كما قالت نبدلوا الشوره تاع البيت. لازم العيد يكون عنده بنته كما رمضان قبل ما يدخل علينا. هذاك الاسبوع نشروا الماء نزينوا البيت. لازم عليك تبدل الديكور. هذه قاعده. ما بدلناش فيها الديكور تاع العيد. نبدل الديكور تاع البيت قبل رمضان. وكي يخلص رمضان ثاني شوره واحده اخرى اليوم العيد. عفسه كاين عفسه. صباح ربي صباح العيد لو كان ما تنوضش وما تسمعش عبد الكريم دالي زينوا نهار اليوم مازال ما تدخلش في الجو تاع العيد. لازم ندير التلفزيون ولازم نسمع عبد التلفزيون الجزائري. التلفزيون الجزائري صح والله العظيم هذه عاده. وكما قالت بالمقروط المعسل ولازم لنا حلوه الطابع. لازم حلوة الطابع. هذوك الحلويات هذو كاع تاع اللوز تاع ما يجوش كيما حلوة الطابع. يمكن هي نفس نفس التقاليد اللي يعيشوها كذلك ناس الغرب اللي نحييهم بهذه المناسبة. عيدكم مبارك سعيد. تحكي لنا كذلك هيفا كيفاش يجوزوا أيام العيد والأيام الأولى؟ هي نجوزوها كيما كاع لي زالجيريان، ما كانش الغرب ولا الشرق ولا الشمال ولا الجنوب. سي العيد سي العيد، عنده فرحته هذيك سبيسيال، عندها ديك الصباحيه اللي سبيسيال كيما قلت، ديك الغنيه ديك الحلوه اللي نسمعوها متعودين عليها. سي تادير ملي كنا صغار و اون فالا ترونسميتر لا جينيراسيون كي فا فينير ديجا ان شاء الله. فوالا ان شاء الله. اي انا لو مومون بريفيري تاعي الصباح كي نوض وندير ذاك الكاس تاع قهوه نهار العيد. اه القهوه تاع
العيلة. مع العائلة. الصباح هذاك الصباح عندي نستمتع به بواحد الإحساس مي أنورمال. الكعك ثاني مع الصباح. القاطو. نهار العيد الكعك احنا نقول بون احنا نديرو دي كاطو تراديسيونيل. لي كاطو. مي نضرب واحد القهوة. كحله مع البقلاوه آه. مع البقلاوة. احنا عندنا القاطوه من بعد انا اكيد بيانشور احنا شو برانا في العيد وكيما يقول لك العيد لازم علينا ثاني باش ما تقولوش عرضونا وما وكلونا ما شربونا وهذو اون بليس غراتوي نشكر انا شكرا على الفريق خيري واش حبيتي عندك لو شو معليش بالبقلاوه معليش ما تعرفش ما تعرفش لا لازم ترفدي غادي ندير هذا خلاص صحتك هيفا يعني انت ديها من عندي لازم ترفد نشكر فريق شو احب ياكل غير شويه وبيان سور تفضلي مشيك ماكش تاكل خير وخدات اللون الوردي يعني باسكو هي ورده من وردات شاشه التلفزيون الجزائري بيان سور لاميا ايت عماره نحسب لي مزاك صامي صايمة لاميا يعني هذه اجواء العيد اذا هذا يعني الحلويات من فريق المطبخ والحلويات جروب ام سي دو تينيس مسعودي رضوان اللي نحيوه بالمناسبه وكذلك امين علام ومحمد خرشي وحمزه نوري واسامه بن ركته يعني اذا كانوا هذو دائما يجوزوا معنا ايام رمضان والفطور فينا يعني كانوا تهلاو فينا يعطيهم الصحه وحنا بهذه المناسبه نقول لكم كل عام وانتم بالف خير نقول تاني لميا الزول صحة العيد نوين صحة عيدك كل عام وانت بخير انا حبيت الله يسلمك كل عام وانتم بخير يحكي لنا لميا انت كيفاش تجوزي الايام الاولى تاع العيد المبارك هي تقولي مازالني عايشه في رمضان هي بوكو بلوس يعني انا جو سوي ماما وعندي زوج اولاد صغار لا في تاع العيد تبدا لومبيونس بوكو بلوس الحنه اولادي يحبوا بزاف نديروا الحنه تاع العيد لا في في الليل في ليله العيد نديروا لهم الحنه وغدوا من داك ينوضوا هكا تو كونتون فرحانين تو دونك ميم لي غاتو يعني كون جو بريبار لا ديرنيير سيمين لي غاتو تاع العيد تلقايهم هكا يعاونوني يديروا معايا لي غاتو ويتلو سي لو شارم ابخي خدمتي غاتو حبيت نسقسيك انا سؤال خطير جدا لانه حوايج العيد كاين اللي مازال يشريهم كاين اللي بدا يتخلى عليهم دوك لا نشرو مازالكم اليوم تشريو حوايج سي نورمال نشرو حوايج العيد بيان سي حتى تشري حوايج العيد بلا غير با فورسيمون يعني فال فوالا هذيك صح جبيبه سي فري سي فري الفال تاع العيد لازم يكون ابخي هادو سينو تراديسيون دوك حنا اللي لازم نوروهم لولادنا ايتو دونك سا لوغ شارم فوالا بيان سور كما نقولوا فنانتنا القديره يعني باهية رشدي تشوفي انه جيل يعني الجيل الصاعد وجيل المستقبل مازالوا هم محافظين على نفس التقاليد ويزرعوها في الاولاد نتاعهم يخلوهم يحبوا هذا النوع من المناسبات المناسبات الدينيه المناسبات الوطنيه يعني عيد عن عيد يمكن شخص عن شخص ينقل هذه الفرحه لاجيال اخرى بالنسبه لباس العيد لباس العيد انا في هذا السن مازال نشري لباس العيد نتاعي الله يسلمك مش صغير اللي يقول لك على بالي لي مازالني صغيره حتى تقول لي ثقه كبيره في النفس ما شاء الله اكيد يعني لباس العيد ليومنا كان عمكم محمد الله يرحمه زوجي الله يرحمه ربي يرحمه كان يلحق العيد يعطيني دراهم تاع العيد يقول لي اشري واش تحبي كي مات قعدت نحافظ على هذه العاده ليومنا لازم نشري حوايج العيد ثم سبحان الله وكانه حوايج العيد بالنسبه للاطفال ولينا احنا هي جائزه جائزه شهر كامل الانسان اجتهد وصام وحاول يقرب من الله سبحانه وتعالى ثم ربي حبنا كون اعطانا هذه النعمه صح. فنحاول باش نفشش رواحنا انا دائما يقولوا لي تفشي روحك بزاف انا بعدي انا لا اعتقد اني يعني الا ما فشش روحي انا ما كاينش اللي يفشني صح انا هنا ينفشوك اكيد ودائما منورتنا بالحضور نتاعك حبيبتي فحوايج العيد ضروري الاطفال نتاعنا ضروري اول بيت تزوريه نهار يعني يامات العيد اول بيت يامات العيد انا نروح لعند الوالده نتاعي الله يطول في عمرها ان شاء الله لكن الان اصبحت تقريبا يوميا عندها ان شاء
سيدي تقريب مين؟ يوميا عندها. نزوروا الكبير، نزوروا الصغير، نزوروا الجيران، نحاولوا باش نشوفوا الاطفال نتاع الحومه، شكون اللي فقير، شكون اللي ما عندوش، نشوفوا الناس الكبار باش نعاونوهم بقدر المستطاع، خاصه حوايج العيد الاطفال. نحاولوا دائما اولا نشوفوا اللي من عائله نتاعنا اللي راه محتاج، اليتيم الجديد اللي يكون جديد مثلا، الوالد نتاعو مات في ايام رمضان ولا قبل رمضان، يجوز العيد نتاعو الاولاني يتيم. نحاولوا باش نجتمع كل الاسره تجتمع ونعيشوا معاه هذاك اليوم، نسيوه كي هو كعائلته الصغيره. صح صح. فاجواء العيد لازم مش فقط نعيشها بل نخلقها، بل نحاول نوزع هذه الفرحه، نتقاسم مع الاخرين. والا ماهوش عيد يا بنتي. صح صح. اذا كان الانسان يحتفل في مربع خاص به هذا ماهوش عيد ابدا. صح. يعني هذه هي اجواء العيد. طبعاً ويمكن طبعاً. خاصه صله الرحم فنانتنا بهي، انت عبد الله يعني مازالك محافظ على هذا الشيء، تروح تزور الاهل الوالدين مع الاطفال نتاعك يوم الاول؟ يعني والله يعني ككل العائلات الجزائريه، الصغير يجي للكبير من بعد نخرجوا ونتلاقاو تما الاحباء والاقارب اللي يسكن قريب فاللي يسكن بعيد، تما سيتوتا بروغرام. فيما يخص اللباس نرجع للجماعه كانوا يهضروا اللباس، احنا في ديننا الحنيف يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، وانا رايحين يوم عيد لازم نكونوا متزينين على الاقل. احكي لي انت هذا العام، اعطيني هذا العام اسك شريت ولا ما شريت؟ هاك تشوف. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. دونك الاقارب كيما هكذا نروحوا لهم ويجيونا. احنا يعني خاصة عائلتنا، احنا عمي الكبير هو اللي حب يجينا خاطر يحب صدراته ويجي صدراته عند خوه الصغير اللي هو بابا. صدراته المنطقة تابعة لولاية سوق هراس، لولاية سوق هراس. وكما قالت طاطا باهية درك احنا قبل في رمضان كنا نتبعوا كاميرا خفيه درك لي زيكسبيريونس سوسيال، ويقول لك الاقربون اولى بالمعروف. درك شكون الاقربون؟ اللي قريب عليك وتشوفوا عينك. معليش صح، درك فيك لي ريزو سوسيو ايتو اي واحد فقير تلحق له يا لو كان تبعث له ويكون هو في طرف الجزائر حتى هو قريب ليك. باش قريب ليك؟ قريب ليك بقصت وقاساتك، قريب ليك بحاجه قاساتك، تكون قريب ليك بكلمه طيبه. الا حبيت تعيد صح، فرح اللي ما يقدرش يعيد هذاك هو العيد. مادام حكيت على الفرحه انا حبيت نولي نبقى معك على بالنا باللي يعني اليوم العيد هو يوم فرحه، وكي نقولوا الفنانين دائما يطلعوا على المشاهد كسوا في رمضان وحتى ثاني يوم العيد من خلال مختلف البرامج التلفزيونيه. اليوم يعني تشوف انت من الضروري انه يعني لي بروغرام كونفيفيال تاع العيد. بيان سور بيان سور. شوف يعني باللي هذا الشيء ثاني عنده لمسه خاصه في العيد، لما مثلا مشاهد يشوف فنان بالك يغني بالك يمثل بالك شافوه في رمضان. شفت عيد ما فيهش اهدي تحياتي الى امي وابي وعمتي واخوتي عائلتي في المهجر. هذيك لا نوستالجي القديمه اللي كنا نتفرجوها سواء في التلفزه الجزائريه ولا عبر الفضائيه دركا. من ذاك تحب تسمع واحد تعرفه يجي واحد تعرفه اكزاكتومون. دوكا با اكزومبل راهم يشوفوا عبد الله الكرد يبقاو يشوفوا ويشوفوا لابوند من تحت الاهداءات الاهداءات. صح. انا نقول كامل الناس اللي شافوني في رمضان باسكو بنت بزاف في رمضان، صح عيدكم، كل عام انتم بخير وان شاء الله دائما نتواصلوا معاكم فنيا اجتماعيا ثقافيا عاطفيا في كل المجالات، لانه الفنان عباره على رساله مفتوحه يعبروا بها الشعب وهو يعبر عليها بالفن. صح. هو موعد يعني مهم هذا العيد، لانه باش تتلاقى مع الناس خاصه واننا نعيشوا يعني الجائحه ونعيشوا الكوفيد، ماناش يعني نتلاقاو بزاف بالفنانين في لي كونسير، ماناش نشوفوا فنانين في الحفلات، ولكن لما يجيو بالك دي زوكازيون كيما هادو العيد دونك سي لوكازيون باش المشاهد على الاقل يشوف الفنان في التلفزيون. ايوه دائما نعرفوا انه يعني الفنانين عندهم اجواءهم وطقوسهم يمكن الخاصه. يعني هيفاء رحيم، وين تروح اول بيت تزوروا في اول يوم عيد الفطر؟
افون كنا نزورو بيت جداتي الله يرحمها ربي يرحمها. كنا كاع نروحو نهار العيد تما خالاتي مام تاع ليترونجي كاع كانوا يهودو كاع كنا نروحو استادير كاع نلتقو في هذاك البيت الكبير. ميم اللي راحت راحت تو بو دير ميم راحت نسمت اون فادير العيد الكبيره تاع الدار اللي كانت تلمنا ما بقاتش استادير ولينا نتلمو غير في تقريبا غير في المناسبات ثاني. مي الحمد لله راه كاين وي بيان سور مازال كانت خالتي هنايا مازالها هنايا دونك نروحو عندها هي اول ايام العيد نتلاقوا كاع تما وصافا فوالا. وحرنا العيد كيما الجي كيما كامل الولايات ولا بالك فيه عادات وتقاليد خاصه اون فادير كيما كاع الولايات تاع الجزائر كيف كيف كاين كل وحده كل ولايه وتقاليد تاعها بيان سور باسكو على بالنا بلي الجزائر كبيره واسعه وكل منطقه صح. يعني عندها عادات وتقاليد خاصه سعاد وكذلك عندها حكايه عادل حكايه وحكايات حكايه وحكايات هيفا رحيم راح نستمتع يعني وش رايك وش يعني تهدي للمشاهدين اغنيه حكايه اللي كنا حبيناها كثير شكرا نستمتعوا مع بعض يلا الله الله رحيم يعطيك الصحة. كانت هذه حكاية هيفا رحيم نبقاو دائما مع حكاية عيد الفطر المبارك أكيد مع ضيوفنا المنورين بالحضور نتاعهم. نحكوا عليك اليوم كما قلتي في بداية الحوار نتاعك لمياء أنه أنت اليوم ما شاء الله راكي أم عندك أطفال، يعني كيفاش راكي تحافظي على العادات والتقاليد هذو وتزرعيهم في الأولاد نتاعك؟
لا غير على بالك هاد الحاجة يعني تجي طبيعية يعني ماشي حاجة سون زيفور هذه حاجة حنا نحبو نتقاسموها سي كوم كلكو شوز كونا فينا حنايا دونك انا ديجا جو سوي نوستالجيك كيما مون امي كيما عبد الله كيما عبد الله اي جو بونس كوم توت الجيريان لي الجيريان كامل حنا وني تري نوستالجيك ديرهم الفوتوغراف يديرهم ولا غير شوفي انا ما نديهمش صح هاد العام نديهم غدا ولازم تبيبلي لا فوتو باش نشوفوها انا نديهم باسكو صح جو تروف سي تري تري بون ايدي كل واحد فينا عنده هذيك التصويره ديالو تاع الفوتوغراف مع اختو الكبيره ولا مع خوه الكبير ولا دونك سي توت افي ابري ميم لي زونفون يحبوا بزاف هاد العادات و كونترير انا دي فوا باغ اكزومبل ننسى نقول ننسى زعما الحنه ولا تالمون شفتي لافي تاع العيده كيتعسلي في المقرطه كيديري السكر اي تو دونك دي فوا تنسى يقول لك ماما ما درتيليش الحنه تاعي تاع العيد صح كنا تديني شويه الكاطو ولا نو بكل صراحه باسكو كاين لي شي كاين لي دير لا غير ندير شويه ماشي بزاف شويه عيا بدات قال لك شويه بدات نقص في الريتم لا ما نديرش بزاف بزاف على بالك هذا العام سنه بايتي فاسيل شغل حقرونا شويه واش درتي هذا العام في هذا العام هذا العام التهيت بوكو بلوس معايا كما قلت المقبله الكرد الفروض داروا لنا الفروض في رمضان دونك لي ريفيزيون سنه بايتي فاسيل دونك شويه لي سابلي دو لا تاع كونفيتور شويه حلوت الطابع وتراك مسكر تميلي بوكو بلوس للحلويات التقليديه ولا نو انا لي غاتو ساك نحبوا لي غاتو اللي نشربهم قهوه حليب صباح فوالا كي تروحي ضيفه تدي معك صحن بيان وغادي يعاودوا يردوا لك صحن للقهوه اكزاكت تقاليد ايه بيان سور ندو مش صح ندو بليزيوغ اسيات ونحطوا عند لي فامي وعاودوا في لاسيات تاعنا يحطوا لنا لي غاتو شي جميل تبادل المهارات والخبرات في هذا يعني سمع عقله مازالها ثاني تدي لي غاتو كما قالت الاخت نخدموا لي كاطو ونروحوا نطلعوا على الاقارب ندوا لي زاسيت ونعاود نرجعوا بهم مليانين يعني ما نرجعوش بهم فارغين ابري اون سي روتروا افيك بلان 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 د كاطو صح كاين عفسه يعني بكل صراحه كاين عفسه هي يعني فيها دخله شويه فيها يعني تقرعيج والمقارنه زعما والله الكاطو تاع فلانه خير من الكاطو تاع فلانه بكل صراحه شخصيا والله ما عندي هذا الشيء والله العظيم خالي عاد الشباب تاع وقتك كاينين هاد لافاي صح انت جابوك محرج جابوني جوستومون على جال هاد الاسئله هاد النوع من الاسئله اكيد وهذا يبقى دائما خير سي ان بليزير كي نروحو نطلعو على الاقارب وندو لي لي بواط ولا لي زاسيات ويعاودو يرجعو لنا دونك غادي يا توجور ان كاطو كون غات ما كاش منها كاع ما نجيبوهم كامل بلا كاين توجور واحد ما يخرجش يا لو كان يتحرق سي فري لو كان يتحرق صح ولكن كاين على في جانب اخر مختلف الاعمال اللي كنا شفناها كذلك من خلال قنوات التلفزيون الجزائري كانوا تميزوا فيها ومن بيناتهم الفنانه القديره بيا رشدي اللي كانت عليها عديد الاعمال من خلال قنواتنا نحكوا على حكينا على هذيك يعني البرامج اللي شفتيها خلال من خلال الشبكه الرمضانيه لقنوات التلفزيون الجزائري واش رايك واش تبعتي خلال الشهر الفضيل والله هذه السنة ما شاء الله كاين أعمال كثيفة كاين أعمال كثيرة 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 وكل تقريب الفنانات والفنانين شاركوا. الممثلين شاركوا في أكثر من عمل صح. وهذا الشيء فرح طبعا احنا يجب نربي هذه السنة كانت فيه أعمال كبيرة وكثيرة لأنه مش متعودين نعملوا بهذه الطريقة هذه تروحي لأي مكان أي بلد تسيبهم يعملوا أكثر من 30 مسلسل في السنة احنا كي خدمنا عادي جبنا ربي خدمنا يعني بزاف فشي مبادرة جميلة جدا قامت بها التلفزيون قام بها التلفزيون الجزائري كونه مد أعمال لمخرجين والحمد لله كانت فيه أعمال في القمة من حيث النص من حيث الحوار من حيث المشاركة حتى سبحان الله أغنية الشارة أستاذ أغنية الشارة عاشور ممتازة ممتازة جدا أيضا ممتازة نهاية يعني نتكلم لك على الدور مختلف اللي كنت لعبتيه هذا العام هو في مسلسل سبع حجرات يعني احنا المشاهد والف انه بهيا رشدي دائما تلعب الانسانه الطيبه الانسانه الجميله الانسانه الحنونه هي باسكو في وجهها هذه هما الملامح يعني انسانه طيبه الله يبارك ما شاء الله ولكن هذه المره شفناك يعني لعبتي دور مختلف لانه الفنان هذا هو لازم يتاقلم ولازم يتضبط يعني مع اي دور يحطوه فيه كيفاش تأقلمتي مع هذا الدور وكيفاش كان خاصة رد الجمهور بالنسبة للدور تاعك في سبع حجرات؟
اولا المسلسل سبع حجرات كان مسلسل بالنسبه لي ناجح كثير كثير كثير، لانه فيه طاقم شبابي ما شاء الله ناشط كثير. ثم الدور نتاعي انا كان بالنسبه لي حقيقه جديد، ولكن كنت محتاجه اني نغير نوعا ما، نخرج شويه من المألوف هذاك تاع المرأة الحنونة، الودودة، المرأة الحنونة، الأم يعني أو الزوجة أو الأخت، يعني دائما هذا مثلت دور الإنسانة اللي في خدمة الآخر، تضحي من أجل تضحي بسعادتها، بوقتها، بشبابها، بمكانتها من أجل سعادة الآخرين. صح. هذا شيء جميل جدا، ولكن محتاج الفنان أنه يأخذ اتجاه آخر. صح. سي كوم اون ثيرابي. حسيت نفسي حقيقة وجدت يعني صبت روحي في هذاك الدور، دور الإنسانة المتسلطة القوية الشجاعة صاحبة المواقف اللي تاخذ موقف يعني نهائي لا رجعة فيه، سيبها يعني صبت نفسي لا من الشكل ولا من كبروني بزاف ولا من المشطط شعري ولا خاصة اللباس، اللباس كان يعني يوحي على الأسود، كل أسود لابسه غير اسود، مش معناتها حزينه، ولكن الانسانه القويه، الانسانه هذيك اللي مخلوقه يعني من حديد، امراه من حديد. يعني كيفاش يعني كيفاش قيمتي يعني نفسك بعد ما شفتي الاداء نتاعك فنانتنا؟ والله عجبت روحي. احنا عجبتينا على كل حال. احنا عجبتينا والله. لا والله والله شفت نفسي قلت يا سبحان الله خساره ما درتش هذه الادوار من اول مره. من بعيد. انا راح نسقسيك هذا السؤال، اول حبيبي مره لا لا مش اول مره، كانت عندي في ادوار طبعا ما تشبهش لهذا الدور، هذا الدور استثنائي في الحقيقه بكل صراحه. اما في الماضي كنتوا انتم مازالكم صغار، وقنا كنتوا ما زدتوش. يعني احنا دائما نشوفوك في الادوار. احنا صغار ما احنا كبار شويه. احنا قريب ندخلوا لمرحلة الشكوهولة. شفتوني حبيبي هذا راه ينغص غير. يعني الفنان عبد الله الكرد، انت ثاني نقولوا انه كنت ما شاء الله في مدرسة الحان وشباب، ونعرفك الجمهور نعرفوا انه هذه المدرسة تكون الفنان مختلف يعني من المختلف من الجانب الفني كذلك من جانب التمثيل يعني، ويمكن تكتشف جانب في هذا الفنان. ما فتح لكش باب من ابواب انك وجاتك عروض انك تدخل هذا المجال؟ والله يعني كما نقولوا برامج تلفزيه يعني تمثيل ولا مسلسلات ولا افلام ما جاتنيش، لكن اللي يقف امام الكاميرا ويقف امام الجمهور يقدر خاصة على المسرح يعني تجربه كما هذه. وانا تجربتي كانت في المسرح اكثر شيء، وين عملت في 2007 ابيلي دو مادور في المسرح الوطني محي الدين بشترزي، وعملت مع احمد رزاق ترشاقه اللي لا بيست ادخال اللي تشهرت ودارت رواج كبير، لعبناها 60 مره وين كنت انا نغني فيها ونمثل دور صغير بصح كفاني باش اعطيك الصحه، وغير يعني التصفيق تاع الجمهور في قاعه كيما في قاعه المسارح يعني ككل اللي رحنا لها كان يمد يعني احساس كبير باللي انت راك تقدم في حاجه كبيره، يعني ماهوش حفل كبير وين كاين جمهور كبير، مي كاين جمهور اللي يعسك ويعرف ويعرفك وشك. انا جبت عليه، انا راجعت دروسي على الكرد باش نقول لك، وجبت عليه واحد القرعه عاودنا ولينا عمرت القرعه تاعي مليح، عاودت وليت 2002 كي نقول لك تحت الشمس. ضربتني القايله حتى طاف دخت. احكي لنا جوستومون، احكي لي على القايله هذيك تاع 2002. كنا صغار، كان هذا رستم، هذا مش المخرج تاعنا، رستم واحد اخر هذا. ما كانش مخرج هذاك الوقت. وكنت حصه اسمها تحت الشمس، وصح تحت القايله يا خويا، كان غير جمال بافضل في الباراسول برك، الباقي كل في الشمس هذا، والباقي كامل في الشمس، الباقي كامل في الشمس. غنيت نشفع عليها، غنيت عفسه خليجي ولا شرقي، لا خليجي خليجي. وبقينا نستنى، يا دي سخانه من الفوق وسخانه من التحت. هذه كنا صغار. الكاستينغ
نو سيتي حصة ما تحت الشمس برنامج ترفيهي صيفي عندنا اكابيلا بصح حنا عندنا تحت لي بروجيكتور ماشي تحت الشمس بين قوسين ونزيد نذكروا في 2001 انا كنت نعمل حصة فاميلا 2002 احنا في 2002 لا 2001 راح نحكي لهم على 2001 كانت حصة حدك في الانغام كان جاز عندنا في الحصة عبد الله كان صغير وجاز بإن شانسون فريمون يعني اللي كان صغير حتى لدوك ما شاء الله يعني قدرة الصوتية ربي يبقي ستر غنى تريسي شابمان يعني على الوقت والله العظيم صدقوني يعني كنت تغمض عينيك تقولي تريسي شابمان هي تغني ماشي كرد Sorry is all that you can say Years gone by I'm still Words don't come easily Like forgive me But you can say baby Baby can I hold you tonight Oh maybe if I could You the right words Oh, at the right time And would be mine Ooh, would be mine La 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 شوف كيما راك كيما راك كيما راك كيما راك نقلبوا الديسك برك زينوا نهار اليوم زينوا نهار اليوم صحا عيدكم من زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم من زينوا نهار اليوم صحا عيدكم من زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم شكرا برافو 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 احنا نقولوا صحه عيد كامل الناس اللي راهم يشوفوا فينا ويتبعوا فينا على قناه التلفزيون الجزائري وهذه هي الاجواء دونك في البلاطو تاعنا اليوم والليله عيد هيفا على هذه التجربه كذلك اللي كنتي عشتيها نعرفوا كنتي فنانه تغني وكذلك الى جانب الغناء ابدعتي في الدور نتاعك كذلك من خلال مسلسل ليام برافو عليك ميرسي بوكو هي تجربه فريده من نوعها في مسلسل ليام باسكو قد نقول باللي الدور تاعي توسع بارابور اللي كان قبل واللي كان ما قبل واللي كان قبل دونك قديت نمد شا عندي و افيك لو كيما نقولوا قد ما وسعوا لي قد ما مديت اكثر يعني قدموا لك اريحيه اكثر حتى اكزاكتومون وي وي ما نكذبش عليك انا بغيت نكون في بغيت نشوف روحي في دور اخر غير البكا وهذوك الصوالح لكن قصه الفنان ولكن الفنان يمكن تلقاه يؤدي الدور يكون يمكن حزين مثل ما يكون دور اخر مثل ما مثلا فنانتنا اكتشفناها في دور اخر غير الدور اللي تعودنا عليه وي واحد شوفي لارتيست انفا لاكتور ولا الكوميديان يبغي ينوع في الادوار تاعه باسكو ما يبغيش يحصل روحه في زاويه ويقعد في هذاك الدور وانا من بين هذوك لي كوميديان نبغي ثاني نبدل نبغي الانقلاب كاع يكون حاجه واحده اخرى ستادير ليكستريم كيما كنت في عاشور كنت دومينا من الحياه الملكيه هوت الدليله للحياه المزريه اللي تبيع طابله مع الدخل تقدري تقبلي وتجسدي جميع الادوار انا حبيت نسقسيك سؤال انا جيم بيان فيغ سا فوالا بيان سور انت اليوم رانا نشوفك تغني نشوفك تمثلي ولكن واش تفضلي اكثر يعني الغناء صراحة ولا التمثيل يعني. صراحة هي سي 50-50 اون بو با سي تادير راك تقولي بلي غادي نقلع لك الروح من الجسد تاعك سي امبوسيبل نخير بين هذه ولا هذه امبوسيبل لم اي تعمرات شفناك غير في الغناء ما كيش حابة تبودي ما كيش حابة تزيد غير الغناء غير الموسيقى انت جوستومون شفناك في الموسيقى الاندلسية حكينا شوية على البداية تاعك هي الموسيقى الاندلسيه يعني انا بديت جافي با لو شوا سي لو شوا دو مي بارون كنت صغيره بزاف كان عندي 4 ans دونك مي بارون يحبوا بزاف لا ميوزيك اندلس من بعد يعني تربيت وانا في الجمعيه الاندلسيه من جمعيه العنادل عند استاذ يوسف وزناجي من بعد التحقت جمعيه الانشراح تحت قياده الاستاذ اسماعيل هني الله يرحمه ربي يرحمه نطلب له الرحمه ان شاء الله
من بعد دونك جي في داك لو بريك تاع 5 ans pour mes enfants et tout من بعد j'ai repris avec mon orchestre et tout musique andalouse يعني pratiquement sur toutes les salles ici en Algérie et même à l'étranger من بعد يعني pour la chanson ça a été difficile pour moi c'était pas facile يعني انايا ما الفن غني غير موسيقى أندلسية وكنت طابعة قبائلي تاني لا قبائلي وي جافي في ان سبيكتاكل وين جي جوان لا موسيقى أندلوز اي لا موسيقى بربر انصامبل دونك اون افي روبري دي غران كلاسيك اكلي حياتن شري فخدان ايه خلاص اعطيني اكابيلا دوكا بالقبائلية اكلي حياتن انت حبستي عنده مادا بيا ما منا نحبسها عنده تاني اعطينا بالك اكابيلا نسمعوها بصوتك اكلي حياتن ان شاء الله برك ما نغلطش في لي باغول هذو يلا جا حغبا السفدة مصيان ولا شوي ذبرن في الليل جا حغبا السفدة مصيان ولا شوي ذبرن في الليل ذي مورا وفي غلم حان داك وجيل بلا الولي دي ثمورة غروي غلمحان داك وجيل ذل الولي الله الله تنمير تاع طاسطاس تنمير تاع طاسطاس يعطيك الصحة من جيبوك ولا ميرا يعطيك صوت ما شاء الله ومتمكنة يمكن وكذلك يعني في الطابع القبائلي برافو علي يعني الموسيقى القبائلية يعني أنا كي كنت صغيرة مون بيغ يسمع بزاف لا ميوزيك بربر وكنا بزاف يعني أنا جو سوي أوسي بوجيات من بجاية بلادي ونروح ليها يعني ملي كنا صغار وحنا نروحوا باش نتعلموا في كايت باش نتعلموا نهضروا جوستومون لي فاكونس سيتي ساكري بجاية من بعد ليدي سيتي ليدي دو مون بير قال لي تغني موسيقى اندلسيه مي تغني اوسي بربر اون اي سيي دو دوفرير ان سبيكتاكل كي كي ريغروب اون فا دير ايموسيون اي باسيون يعني ايموسيون سور موسيقى اندلوز اي باسيون اوسي دونك ميز اوريجين سيتي ان سبيكتاكل لي درنا فيه درنا به كان ميم اون بيل تورني من بعد جات هاد ليدي تاع الاغنيه العصريه اون فادير لي فريمون جافي بور وكنت بزاف دايوغ او على بالو عبد الله لا لا عجبتني كي تهضر وتشوف مع عبد الله باين عنده الاسرار وعنده كاع الكواليس عنده الكواليس تاع الكليب بوكو بلوس باسكو هو اللي عرفني مع على ابراهيم حديد كي افي فريمون ان ترافاي extraordinaire du clip le habib diali de la chanson donc كنت بزاف متخوفه من جمهوري باسكو هكا كنت نقول له لعبد الله كنت نقول له هو يقول لي انت قعدتي في قوقعه الموسيقى الاندلسيه وانا الحمد لله يعني كون جدونا ان سبيكتاكل يا الناس يجوا افيك لوغ فامي يعني تقبلك الجمهور تقبلني بالموسيقى الاندلسيه بصح كنت متخوفه اني جو بير مون بوبليك وكيفاش كانت التجربه مع الموسيقى العصريه شويه والله الحمد لله فريمون جو سوي اون فادير جينا روحك فريمون الحمد لله يا ربي باسكو الموسيقى هذه ديجا سي اون ميوزيك اون فادير مش عصريه بزاف كلامها كلام نقي بزاف وكتبوا دايوغ شمسو فريكلاين دونك سي اون شونسون شمسو فريكلاين وكي ايتي ارانجي من تلحين و بارول اي ميوزيك شمسو اي كي ايتي ارانجي بار زينو جوادي كو جو رميرسي انورميمون دونك كنت متخوفه مع الاول مي نو دونك ان شاء الله يوغا اون دوزيام شونسون ان شاء الله يعني وفقتي في الاغنيه لميان نتمنوا لك دائما التوفيق التميز شوفي لا شونسون سي ليدونتيتي دو لارتيست سي فري لارتيست لازم يغني تراث بصح لازم تكون عنده البصمه ديالو لازم تكون عنده غنيه ديالو حتى التراث نقدروا نعاودوه يعني بطريقه عصريه ونقدروا نعاودوه بطريقه تكون خفيفه شويه يعني ويبقى الفنان هو اللي يحافظ على التراث حنا نورتينا بالحضور نتاعك لميا شكرا يعطيكم الصحة على هذه الدعوة وأنا فرحت بزاف وتشرفت لي وحنا تشرفنا اليوم نقول لكم صحة عيدكم وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا الأهل نتاعك أكيد راهم يشوفوا فيك يعني نقول لهم نقول لهم صحة عيدكم ونقول بابا وماما صحة عيدهم ولادي مانيل وإليان وسي مو ماري توت ما فامي يعني كل مشي في كل من جوس إيميسيون ننسى دوك نقول لهم كل ما فامي وأحبائي وأصدقائي الفنانين يزعفوا عليك اللي تنسى يزعف عليك اللي ننسى يزعف عليا دونك فوالا نقول لهم كامل صحة عيدكم وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة ولهنا إن شاء الله يا رب إن شاء الله حبيبتي كذلك هيفا نورتينا بالحضور نتاعك ونقول لك مرة أخرى عيدك مبارك سعيد وينعاد عليك كل عام بخير
شكرا على الاستضافة وتشرفت اني اليوم حضرت معكم مع الحضور الجميل مع استاذتي اللي توحشتها بزاف اللي ما شفتهاش صافي لونطون الكل يلا جمعناكم احنا اليوم ومدام بهية راشدي اللي نبغيها بزاف وكذلك الفنانة الجميلة تاعنا والحضور الكامل الجميل ونقول لكم صحة عيدكم وصحة عيد كل الجزائريين والعائلة تاعك بيان سور غادي نكون معاهم enfin merci beaucoup pour l'invitation الله يسلمك احنا اللي تشرفنا اكيد بالحضور نتاعك لنهار اليوم هيفا وكذلك لميا نتمنى لكم دائما التوفيق ان شاء الله شكرا لكم وماذا بينا ثاني الناس يبقاو معنا باسكو مازالوا عندنا مفاجات واحد اخرين يمكن كذلك الفنانة القديرة بهية راشدي تعطينا كلمة على هذا الفن وشيء أقرب أغنية ليك اللي يمكن تسمعها في السيارة نتاعك تحني اليمات زمان شوفي هي مراحل العمر أنا مثلا في واحدة السن كنت نسمع نوع من الأغاني الأغاني تاع مثلا سيدة كلثوم أم كلثوم ووديع الصافي محمد عبد الوهاب سعاد محمد عبد الحليم حافظ نجاة الصغيرة فايزة أحمد دين موت عليها هذه في واحدة السن كنت صغيرة كان في عمري حوالي بين 20 حتى 30 سنة كل يعني وقته عنده طبعاً لكن الحنين يعود بي في بعض الأحيان في هذا السن اللي راني فيه يعود بي الحنين لما نسمع مثلاً أغنية اللي كنت نعشق فيها في السنوات وانا عمري 20 حتى 30 سنة ترجع بي الذكريات رائعة يعني نعيش نعيش الطفولة نتاعي ونعيش الشباب وي سي بونام والله غير لاباس الحمد لله لا لا وانا ما كملتنيش الشونتور اللي وصيتك عليه اي بصح تفهمنا على السبعة هاي التسعة سي بونام مازال ما جاش يا سي بونام ابعث لي شونتور يكون بالطبع مش كيما تاع المرة اللي فاتت بهدلني او جاي يعطيك الصحة يا سي بونام يعطيك الصحة صحيت صحيت الشو الشو صحة شوف السلام عليكم يا الله وعليكم السلام ورحمة الله انت هو اللي بعدك سي بونام انا هو بديت وصفات اتكيك اباك كلونديستا وحنا نكمل من عنده الدوزة يعطيك الصحة يا سي بونام يعطيك الصحة صحيت اكا تسني تكييسة محمد صح جايب يا اخويا وش راك جايب وش راك الحال واقيلا خويا نمشي بدوزاني انا وين نصيب حمام ندخل ما نبقاش نستنى هيا هيا خويا انا روطار فهمنا على السبعه راهي التسعه نشوف الكاسه الا صحيحه ولا اي روح يا الله شو هذا يا واقيلا اني روطار لا 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 حاش راك قبل الوقت بزوج شويه بو خويا خلينا نبداو انا روطار شويه الله يربح تا اللي بعدك سي بوعلام يا انا هو بيان سير بيان سير سبحان الله كيسمك الله كيسمك الله حميدات حميدات إيه؟ حميدات كيفاه حميدات الموتشو حميدات الموتشو إيه؟ حميدات الموتشو بالكلمة مربوطة ولا بالمغلوقة بالكلمة مربوطة ودوك جينا نديرو املاء ولا كيفاه محمد ياك جيت نغني خليني نغني ودوك تجيب المغلوقة والمربوطة اخويا راني نسقسي فيك باش نعرفك باش نبدا ولا نكتب اكتب برك اكتبها حميدات الموتشو إيه؟ صح حميدات نبداو نغنوا دوك ان شاء الله كيفاه نبداو نغنوا مش اليوم نغنوا خويا كيفاه اليوم نهار الاول تاع العيد اليوم الريبيتي وغدوة الثاني عيد إن شاء الله نبدأ ونغنوا عليه يا سي بوعلام وعليه عليه يا سي بوعلام أنت اللي في التبهدل هذا وأنا رايح اسمعنا كوفلي ونسلف في الكوستيمة ورحت عند الحفاف أضربني بوحدة طراف ورطة باه نغني اليوم عيب عليكم عليه خويا اليوم ولا غدوة ليسونسيال نغنوا صح أخويا خلينا نبداو نبداو وين قلت لي السي حميدات إيه؟ السي حميدات السي حميدات
مادام بحثك سي بوعلم سي كاك عارف علاه جيت لهنايا بيان سير نغني الله يبارك نغني بصح ميتا تقولي وين موالف تغني باريكزون باكا وين يغنوا وين يغنوا نغني انا وين سي بوم يغنوا نغني يعني عارف اللي كاين بلايص يغنوا فيهم مثلا مثلا موالف تغني موالف تغني في العرس لا لا الحق تعرف بينا نروح للعرس وشنو ندير المغرفه برك باه ناكل برك ماشي في العرس موالف تغني موالف تغني في الحفلات نشوفهم في التلفزيون هذوك برك شغل بعد عليا غير هاك برك نشوفهم غير من بعيد لا في العرس لا في الحفلات لا 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 خويا انت وين موالف تغني؟ موالف تغني بالك من هذوك لي شونتور اللي ما يحبوش يبانوا موالف تغني في استوديو ها في استوديو ما انا كي غني ما نتاثرش مو هذا السيد ما نعرفوش انا غني شكون هذا السيد؟ اللي قلت لي عليه انت ستيدو ولا اسمه ما نعرفوش استوديو بلاطو اللي غنوا فيه ايه ما نعرفوش لا فهمني لا بلا عبلات لا مني نغني هذا يا خسر فيا اضحك علي شو هذه الفيكوره وين شايف راني شوف موالف تغني على حسب الذاكره تاعي راك موالف تغني في التلفزيون بارك الله فيك هي شوف هي ماشي في التلفزيون وشنو كشغل في التلفزيون كيفاه ماشي في التلفزيون فهمها لي اللي حاب نفهمها انا فهمك بون انا عندي في الشومره تاع الذراري شومره تاع الذراري عندي تلفزيون تاع اللوح قديم الله يبارك نحيلو القلب تاعو نحيينهو له إيه؟ معايا كي تروح تريسيتي والذراري ذيك خاطرهم انا واش ندير نروح مور تلفزيون وندخل راسي ونغني لهم يسمى هي في التلفزيون وشنو مور تلفزيون سمعك شغل هذه هي في التلفزيون خويا ما موالف تغني لا في العرس لا في الحفلات لا في الاستديو لا في التلفزيون وين موالف تغني في الحمام حمام ايه تاع بيت سخون في البيت سخون كي نكون باريكزوم زعما حاكم كاش واحد راني كيجلسلك شغل الدود يهبط والالهام يطلع وانا نغني الصحة يا سي بوعلم يعطيك الصحة يعطيك الصحة الله يسلمك خويا ايه ميهم لف خليني من بلايص ايه بون انا يا دوك نكتب لك غنية صح انا نكتب الغناء انت يا عندك خامات ايه عندي زوج في ظهري واحدة حاشك في رجلي وانا حنغني بتريكوت فو محمد ياك حنغني تقسيني على الخانات الى عندي ولا ما عندي خويا ماشي خانات احبال صوتية عندك كيف احبال صوتية عندك بالك في الدار كل مرة غسلتهم ولا مشتهم ما جبتهمش انا الحقيقة خليني من الاحبال الصوتية مو فهمني بكا ركز معايا ركز معايا بنيه انا قلت لك نكتب لي شونتور ولي شونتوز صح كل شونتور نكتب له غنية على حسب الطبقة الصوتية تاعو انت وش من الطبقة الصوتية تاعك ايه صحيح خويا وش من الطبقة الصوتية تاعك الطبقة الصوتية تاعك انا يا ايه طبقة وش من الطبقة كاين انواع ديرها حمراء ولا صفراء والله ماني عارف وين طبقة محمد انا نعرف شنو نقول لك محمد هذاك بديت تخلق فيا على بالك مشي طلعت لي لاطونسيو قاص طلعت لي فهمني وش نقول لك خليني من الطبقة خليني صح وين قلتي موالف تخدم في الحمام في الحمام وش رايك نديرو غنية على الحمام مليحة ايه بس على المشكل ماشي فما وين المشكل في الحمام وش تقول يا ودي شوف تبعني واسمك كيسمك الله كريمو صح كريمو يا سي كريمو تبعني تنجح ديجا كلمة الحمام وحدها غنية كيف الحمام غنية هيا فهمها لي هذيك دوك انا فهمها لك يا والجيل تاع دوكا ماهوش يسمع الكلمات كما كانوا تاع بكري الجيل تاع دوكا قرب عليه يسمع الكلمات ما كاش لو يتبعها كيف ما كاش كلمات الناس هي ام كاين اللي يسمعوا يا ودي يسمعوا تقربي على الجهه تاعك بين لك نبين لك محمد شوف مثلا الحمام قلت لك غنيه انت صح في تقربي مثلا يا الحمام زدق فهمتني هما ما يركزوش في الحمام يركزوا في زدق كيف تبعني شوف تبعني معاهم قدامك شوف يا الحمام زدق يا الحمام زدق ام يصفقوا محمد انا اللي عمشاني نقول لك قربع عليهم برك يصفقوني عارف يا حبيبي مالك عجبتني مليحه هذاك يشوف هكا اللي شونتي يجيني الالهام يجيني نحب نبدع الله يسلمك الله يسلمك وش رايك هكا تبعها يا الحمام يا الحمام شحال في كلمه هنا مركتها هنا هلا مركتها اسمح لي يا كريمومي مركتها هنايا هلا انت شت يا الحمام شحال فيك البن ولا يا الحمام شحال فيك غاز سي نورمال يا الحمام شحال فيك الماء بصح مليحه اخويا مليحه يا سيدي نقول لك علاه انا نحب الكلام تاعي يكون موزون الكلام تاعي يكون موزون يخلص بالقافيه يا الحمام شحال فيك الماء مليحه هذه ثاني غنيه شابه
مليحه. ايه بصح كاين دائما كاين بروبليم. واللي هو نكملوها غير يا الحمام شحال فيك الماء. يا وديك عليا عليا، المهم تخلص بالماء. انا هذيك هي القافيه نحوسها عليا. شوف مثلا يا الحمام شحال فيك الماء. الماء، المهم تخلص بالماء برك ما يفيقوش، انا غير نحس باللي حيفيق انا نخفف الحاله. واش بيك؟ خفف الحاله بصح يا خويا يفيق وتخاف نخاف يفيق انا. يا ودي تكل على حميده الموت شويه يا راجل وما تخافش. خويا قول لك انا خاف يفيق. انا جازو على شوف هذه اليد. جازو عليها لي شونتور لي شونتيز لهنايا. هربوا 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 للدنيا بزاف. كيما الشابه خالتي العلجيه، الشاب دندو، هذو هربوا طاروا طاروا هربوا. ايه ايه بالك انا كي جيت نعرفهم كانوا طاروا، سي فور سا ما لحقتش بهم. شاب دندو هذا ولا ما؟ يا خويا لازمنا كنحب نحب الفن، نحب نحب الابداع، نحب الصوت، نحب هذيك 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 الجوهر اللي نحب نسمع. عليا يا كريمو عليا. يا الحمام شحال فيك الماء عليا، ديجا نكملوا الحمام وإلا نجحتنا ندخلوا في الكوزينة. يا الكوزينة زعما شحال فيك ماكلة زعما ننجحوا. يا ننجحوا ننجحوا تبعني يا محمد. شو مثلا يا الحمام شحال فيك الماء، يا الحمام شحال فيك الماء، يا الحمام شحال فيك الماء، ويا الحمام يا الحمام يا الحمام. درني خويا الله يسلمك حوست عليهم. الله يسلمك الله يسلمك. الناس قليل قليل منكم انتم الناس قليل منكم تعجبني هكا على بالك معايا. بكا ديسيديت بدي اليوم ماشي تجوز معايا حفله واحده، تجوز معايا حفلات بزاف. كريمو خلصني في الحفله تاع اليوم وباك نجوز معاك حفلات اخرى. الدراهم هما سهلين، دراهم ماشي مشكل. الدراهم هما توالا سهل سهل الدراهم. كريمو دراهمي دوكا بصح مازال ما غنيش خويا. معليش خلصني على بكري خليني نحس بالدفا. بصح خلينا نروحوا غدوه نجوزوا ثاني عيد وندوزوا الحفله ونخلصك على جهبي تاع اليوم وتا غدوة. يا سما ما تخلصنيش عادي. ماشي غدوة نخلصك، يعطيني سيد نخلصك. نوض نوض شوف قدامي. راني حطاني عارف راني حطاني. الريحة هذه شمها ناي. حاجة باينة ندير الريحة غير الشبة عندك دو كيلومتر يشموها. لا ودي البروبليم ماشي في الريحة اللي راك دايرها. ها الريحة نتاعك دور يجي شمها ناي. أنت شايفك في الحمام أنت يا محمد. شايفك في الحمام. في الحمام. إيه. أوا غلط وقيلة. فاني غلط أنا عندي واحد ميموار واش بيك ما تراطي والو. أنت يا شايفك في الحمام وشايفك في بيت سخون وراني مكيس لك وما خلصتنيش. اسكت نسمعوا نسمعوا فيه نسكت. أخويا من بعد كي قلت لك نخلصك نخلصك في تاع الحمام ونخلصك في تاع اليوم ونخلصك غدوة إن شاء الله. بارك الله فيك. إبا أنا ما نغنيش. علاه ما تغنيش خويا راني واعد ناس أنا. واعد ناس أنت في الدود تاعك ما خلصتنيش تخلصني في الغناء. شوف أنتم تستعقلوا بالمواهب تومك عارف. تستعقلوا بالمواهب. شوف عندي صاحبي يطير يطير الله يبارك موهبه موهبه طالعه لازم هذو لازم تتهلاو فيهم. صاحبي فلان تعرفه؟ فلان؟ ايه نعرفه. ايه تعرفه بس مازال ما سمعتوش كيفاه يغني. ايبا انا واش نقول لك؟ اسمع صاحبي فلان تعرف مليح واش كاين. السلام عليكم. الله يسمع صاحبي. ما خلينا نجوز الحفله. صاحبي راني معروف في التلفزيون انايا تحسبني قاعد لك ليك انايا. السلام عليكم. يا خويا ها شوف الفنانين تاع انا نيرو طار انا نيرو طار انا ما على بالي نروح نكملها هكاك وحدي وخلاص. يا حسره على الايام زمان الفرحه اليوم هجرني وخلاني شفت بعيني ماما قريبي مدام فهالدنيا مغير العالي كل شفاني كبر وطار لي الحمام بات معي وغدوه لقيته معدياني بلا ما يشقى باش نكترو الكلام عارف قدري راني فاهم المعاني وخلياك زمان يدور مام الاخبار راح يجيبو غتوالة كلوني هدرة وانا خيرت نصوم حياة قصيرة ونعرف ناسها بالدالة وحداني خير نكون يفهم غير لي عاش الحالة عارف حقي راح نديه الفوق وجوك حولك تطبق عدالة قلبي صافي عايش روتين فيها صاري طافي من غير الدعوي ماما شكون اللي بقى في كتافي قاع قلب وجوها يا خلاص مهل مو حال باش ننسى مافي عطيتك كلمة نولي ما نحبكش تخافي باش تعيش انتي قادر نخسر مافي يا تعرفي مو حال باش يدوم الحال ومشات ليام وانا ناسي روحي ومشات ليام ما براوج روحي ومشات ليام وانا ناسي روحي ومشات ليام ما براوج روحي Thank you.
نصحى ونلقى كل شي منام خلاص هاي ما ولا يعملي بات الإسلام ما ولا يبان لي فيد الكلام هيقول لي فاش يفيدني ندم أنا وحدي باين نافس عالباصي ونمشي عليه وعد بابا مزيد انتين استنى نفسي تقول لي اه وجا منزيد نضل لهنا ما يجي لا ماش قتله شوفي وليدك وش دارو فيل داخل قلبي انتي سكنتات استالي غير الله الحمد لله وقولوا صفا حايب نصفي قبل ما تتطفر مندير الهدرة في داري رفا لعقلي كبير ونحس من درب لحقتني لفة دمع فيني في دي لفة عدي انت استنى دير لفة تدبان لي نسى ومشات لي وانا ناسي روحي ومشات لي ما براوج روحي ومشات لي وانا ناسي روحي ومشات لي ما براوج روحي ومشات لي وكذلك حمزة وكريمو لي نورونا بالحضور نتاعهم في بلاطو وحبوا انهم يقاسمكم سهرات عيد الفطر من خلال بلاطو برنامجنا ومن خلال القنوات التلفزيون الجزائري. صحة عيدك حمزة كل عام وانت بخير. عيشك صحة عيدكم وصحة عيد كل الشعب الجزائري لو يشوفينا وكل كما نقول لك حتى خارج تراب الوطني نقول له صحة عيدكم وان شاء الله ينعاد علينا بصحة ولهنا ان شاء الله. كوبا ما شاء الله كوبا تاع العيد كوبا ما شاء الله حتى الليباس تاعو تاع العيد بيان سور بابيون بصح تاعي وتاعو ديفيرونس راهي بطرفورطه هذه هذه كذلك نرحبوا بفلان صحه عيدك كل عام وانت بخير. صحه عيدكم كاع اللي راكو هنا صحه عيد كاع الناس اللي راهم يشوفوا فينا ميرسي على لانفيتاسيون اونكور اون فوا. مرحبا نجيو نقولوا انه فلان كان معنا خلال حلقتنا في الشهر يعطيكم الصحه على هاد فان قلتوا لي ديجا بلي نعاودوا نعرضوا ان شاء الله هذا مرحبا ولا تعرضوني نعاود نجي نزوركم يعطيكم صحة على العرضة هذه إن شاء الله نجوزوها بيان. يعني كما قال عادل كي راح ولا بيان سور عجبو الحال عجبك الحال فلان لا غير يعطيكم الصحة والله ربي يحفظكم من الناس اللي شافوها كاع عجبهم الحال دونك صافي بليزير وخويا دار دارك أرواح وقت ما حبيت مرحبا بك القاطو برك خليه ساعي هذاك دار دارك والماكلة تاعك راحتك. يعني احكي لنا فلان كيفاش جوزت أيام عيد الفطر المبارك يعني احكي لنا أنت يعني كيفاش متعود جوز عيد متعودوا متعود فلقيت نجوزوه كيما قال لي زالجيريان نجوزوه مع لا فامي تو بون دوك أنا عندي دوك 3 سنين ما جوزتوش هنا في الجزائر مع لا فامي وكاع هذا اول عيد بعد 3 سنوات بعد 3 سنين بون ان شاء الله نكونوا ف باينه بلي حيكون خير باسكو كي تكون في الجزائر ماشي كيما تكونش هنا صح دونك العيد تاع الجزائر وحده مع لا فامي صح نقولوا فان كاين وين اللي يتبدل العيد كل عام يتبدل باسكو من داك يكونوا معنا الناس ومن بعد ما يكونوش معنا الناس صح دونك نقولوا الناس اللي راحوا لهم الناس في هذا رمضان ولا في قبل وما يجوزوش معهم العيد هذا نقول لهم ربي يرحمهم ان شاء الله امين ان شاء الله يكون عيدكم مليح وعيدكم بخير ان شاء الله. مازالك حتى اليوم شي حوايج العيد بكل صراحه نعم حوايج العيد لا خلاص كبرنا اخر مره سيري وقتاش اخر مره سيري والله ما شفيت عندها فخلاص دوك حوايج نشرو في كل وقت لا عندناش دوك وقتاش العيد تاع العيد الصغار العيد اي باسكو كاين وكاين يعني كل واحد وكيفاش دونك انا حبيت برك نولي للفنانه القديره باهي راجلي حنا دائما يعني نتكلموا على لي ريزو سوسيو في الحصه تاعنا على بالنا اليوم لي ريزو سوسيو في العيد ولاو يعني يقربوا الناس ولكن يبعدوا ناس واحد اخرين كيفاش يقربوا الناس يعني واحد لما يكون بعيد عليك تقدر تعايد له من خلال الصوت والصوره ولكن واحد كيكون يعني قريب عليك ولينا مالوريزمون نشوفوا يعني الزيارات نقصت شويه باهي عرفتي
هي في الحقيقه نقصت قبل ما نوصلوا لهاد لي ريزو سوسيو مع الاسف بدات عندها بزاف صبحت تقريبا الزيارات العائليه ما كانش كما كنا زمان كنا الكبير يزوروا الصغير ونجمع شمل العائله في يوم العيد الان لا الان صبحنا كانت جاء التليفون بعد كان في وقت التليفون برك هكذايا ويغيضنا الحال نقولوا كيفاش يعني ما يشقاش ويقبل على ذاك الانسان الكبير ولا يدير الواجب صح. فهو يوم عيد المفروض يقعد معاك وتتكلم معاه ويسمع صوتك وتشوف تشوف يعني احواله ويشوف احوالك لان للاسف الظروف ثاني الانسان ما يلزمش يلوم في الوقت الحالي صح. الناس عايشه خارج الوطن وليداتنا اللي نبلغ لهم عيد سعيد وان شاء الله نتمنى لهم يا ربي الصبر والقوه لوليداتنا في الخارج لكن هاد لي ريزوك اللي راك تقول عليهم ثاني فيهم حل فيهم حل الانسان على الاقل يشفي شويه ماشي يشفي غليل ولكن تبرد ديك الجمره هذيك نتاع وليداتو اللي عايش بعاد عليهم وعايشين بعاد عليه فالاوضاع تغيرت العصر غير عصري انا فما يلزمش يعني الانسان يغيظ الحال ولكن تبقى دائما ماشي كيما تجيب الدقدق عند بابي وندوقك يعني ملحي الرحم صلة الرحم تماما صلة الرحم ما نلوموش عليهم حتى الماكله ولا يصور لك البقلاوه ويبعثها لك في الميسنجر خليني ناكلها ونشم ريحتها شوف خويا شوف انا ضد هذا الشيء اللي راك تقول فيه الانسان ما يشوفش الناس اللي كيما بحاله يشوف الناس اللي قل منه من تربيتنا واخلاقنا وقيمنا ما تسمحناش باش نقوم بهذا الفعل هذا يعتبر جريمه في حق الاخر كونه يصور الميدان تاعو في رمضان او خارج رمضان ويصور بيته وشوف كيفاش عايش في فخفخة ويصور الميدان تاعو فيها كل ما لذ وطب أنا ضد هذه الفكرة هذه كل واحد يعيش حياته لروحه كل واحد يعيش حياته لروحه الناس اللي قدموا الكيفيات وكل شيء هذا مليح الإنسان راه يمد في دروس راني أنا أنت تقول على كيفية ما أو على موضوع ما وأنا راني ندون مليح نصيبه في المستقبل ولكن كونه الإنسان يعني تكون مجموعة من النصائح يعني من ناحية الطب وحتى الديكور حتى اليوم الفنان ولا يروج للاعمال نتاعو يمكن يشطرني الراي عبد الله الكرد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يعني الفنان اذا كانت عنده اعمال اول يعني انطلاقه ومشروع تاع العمل نتاعو يكون من خلال حساباته عبر السوشيال ميديا في الحقيقه هذا المعمول به يعني في العادي يعني في الموجة هذه الجديدة وزدنا أكثر بعد جائحة كورونا صح. وين ولات الساحة الفنية ديجيتاليزي الساحة الفنية ولات على هذه المنصات حتى شركات الإنتاج لقات كما نقولوا متنفس لها صادة كبيرة لا لقات الصيغة اللي تقدر تكسب منها أموال اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي لا بيبليسيتي فيا فيسبوك يوتيوب انستغرام كامل ولو يعني قبل ما يبدأ الكليب ولا قبل ما تبدأ ذاك العمل يروجوا له وكاينين ناس يعني تبدا عليه سينو انت كيفاش تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي عندك حسابات خاصه ما عندكش مشاكل في مواقع التواصل بزاف عندي رقم هاتف واحد فيسبوك واحد انستغرام واحد تفضلي تلول يوم ما نغنيش يا محمد ما نغنيش صحة عيدك صحة الكاطو 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 دوق دوق ليش الهتايا لس ها وهنا وهنا حبيبي راه هنا طلعتي بصاحبك فلان انا ثاني جبتها وجاز على يدي عبد الله الكرد خذ رايي غير ما تسمعوش خاطرش راح تطير كيما اللي طاروا معاه قال لك طاروا راك حاب تسمع ظلام الليل؟ يعني حاب نسمع هادو زوج كيف نديرلكم فوتو كوبي ولا كيفاه؟ اسمع انا حاب نسمع عبد الله الكرد يا خويا لما قبيل حكينا عليه تحت الشمس دوكا نسمعوا في ظلام الليل دوكا نقلبوا لا الليل ولكن قبل من ذلك احنا نقولوا عبد الله الكرد نورتنا بالحضور نتاعك الله يسلمك بحضوركم ثاني سما في بليزير كون مع طاطا سماح اختي هيفا ولاميا اللي راحوا فلان سيتي ان بليزير كلام شباب وجلونكوراج يعني لي زامي تاعنا
ناس بليده واقيل ولا اللهجه ناس بليده اسمها جيراني فصلنا نسكن في 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 البوليده ونحيي كامل ناس بني مراد ونقول لهم صحه عليكم. يعني هذه تحياتك اهداءاتك لاي شخص يعني تحبوا العائله نتاعك. والله شوفي نحب يكونوا الناس اللي الناس كامل عيدوا والناس كامل فرحوا ذراريهم بصحتهم الناس كامل فرحوا اولادهم واللي ما اقل شيء شريت قنطوره العيد وفرحت بها هذاك عيدنا كامل. احنا جزائريين ناس نحبوا الناس وننفعلوا على الناس ونغضبوا بصح قلبنا مليح. كامل الجزائريين نحبكم كامل صحه عيدكم ونتلاقاو دائما في العيد وفي الخير وفي النجاح وفي سهرتنا اكيد وفي ظلام الليل. يسلمك يسلمك شكرا. ما لقيت نعاسية فيك نخمم في الجرح اللي يريب ساسية دار الزمان ونسيت قاعد وقليا كتب بالمكتوب وسان ودموع بيدا في ظلام الليل غرقت ما لقيت نعاسية فيك نخمم في الجرح اللي يريب ساسية دار الزمان ونسيت قاعد وقليا كتب بالمكتوب وسان ودموع بيدا كلام الحقد ما يوزن ميزان شحال سمعت لفلان وفلان ندامة والحق يبان قاع شهود عليا وفي حكايتك كمان يخوان اليوم ما تسالي عندي يا وعطيت الكاش اللي كان في ظلام الليل وغرقت ما لقيت نعاسية فيك نخمم في الجرح اللي يريب ساسية شربنا ورمينا الكيسان يا غرك الشيطان فيهم درتي لما برافو يعطيك الصحة عبد الله الكرد نورتنا مثل ما زال منورينا بالحضور نتاعهم فنانينا وضيوفنا اليوم معنا دائما في البلاطو الفنانة السيدة بهية رشدي تحتوني في العيد هذا وزيد انا ضربنا خطأ جيت بيا مقراطي وش رايك عرفت من انت ريح سمعنا نعرف انا النوزة كغنى وش رايك في المقروط احكي لي على المقروط المقروط هذه تروح معايا باذن الله حاول ندي للمرأة الذوق ولا شوف الى نيتك وراهم البروبليم تاعو هذا ما يستبلش ياكل برك يبعث برك وش رايك في الاداء نتاعهم الفنانه القديره بهية رشدي شفت انه الاداء سليم وسكتش عنده حامل رساله كونه الفنان كل من دب وهب يحسب روحه فنان صحيح الفنان ماهوش فقط الفنان هو حامل رساله الفنان ماشي هذاك اللي يغني في الحمام ويغني في الشارع ويدير روحه بهلواني ويتمسخر بالكلمات وما يحترمش المشاهد ما يحترمش المتلقي صح فعندهم رساله جابوا رساله في هذا السكتش هذا يا رساله يعني في الصميم تحمل رساله يعني في الصميم يعني وش رايها كذلك الفنانه سماحه عاقله
واش رايك في الاداء الفئه واش قالت الفنانه بهيا رشدي؟ يعني احنا متوحشين يعني كما هاد الفنانين عندنا بزاف ما شفناش دي مونولوج هكذا يعني ناس تجتهد وفكرونا في يامات زمان في يامات صالح اوكروت ربي شافيه يعني حاجه رانا محتاجينها صح ونقول لهم يعطيكم الصحة ونتمنى لكم التوفيق. وجستون راه معنا ثاني فلان بارمي يعني لي زارتيست على لا نوفيل جينيراسيون واللي راهو يحبوه ناس بزاف وعنده يعني قاعدة جماهيرية كبيرة. نشوفوا يعني فلان اليوم تغني يعني غناء ولا نقولوا تغني موسيقى الراب اللي عندك كلام ثاني. أنا سمعت يعني الغناء تاعك كلام موزون وكلام عنده كلام معنا. هادف نقدروا نقولوا تشوف باللي يعني لي بارول عندهم دور كبير باش يطلعوا الفنان. الكلام اللي كيكون نقي وكذا هي العفسه لازم دوكا فهمت ماشي 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 اللي يديرها هو اللي نقولوا زعما هو يدير في حاجه بزاف مليحه هي نورمالمون لا باز تكون هكاك تلمو ولات كاين بزاف اللي يديروا هضره ماشي مليحه ولا كي يدير واحد حاجه مليحه وشغل نحيرو فهمت هي نورمالمون ما نحيروش نورمالمون عفسه نورمالمون هذيك هي لا لوجيك هذيك هي لا لوجيك فاهم هذيك هي العفسه نورمال واش غنقول لك قبل ما تكون فنان لازم تكون بنادم شغل انسان باسكو حنا انا قبل ما نكون فنان انسان وعفسه اللي ما تقدرش ديرها اوطونك انسان ما ديرهاش اوطونك فنان انت تكتب وحدك ولا كاين اللي يكتب لك؟ لا نكتب وحدي وحدك زوين جينيراسيون اللي رابير يكتبوا انا كتبت له هو ما حاشي بيا برك كنعلم عليهم الاغنيه التاليه انا كتبتها وخلصتو مشكل ولا ما خلصتوش؟ لا انا اللي خلصتو انا خلصتو يدي انا باش خلصت والو كي تتعلم كيما هما خلصت كيما هما ثاني يا حبيبي سنا فيك تكتب لي انا ثاني ها انت هي واش نقول لك الاغنيه انت هي في عيد كبير عليا اغنيه يلا ان شاء الله وتكون حصري كذلك لقناه التلفزيون الجزائري نعاودوا نرجعوا لحمزه هكذا حتى نتعرفوا ونقربوا المشاهد اكثر من حمزه يعني كيفاش بداياتك كانت مع التمثيل بون قبل كلش نزيد نقولها المره الثانيه نقول لكل جمهور المشاهدين اللي يشوفوا فيها حمزه الاسم الكامل تاعي حمزه مرجي ومعروف بحمزه خالو نقول لكم عيد مبارك حمزه مرجي من مدينه الورود البوليده بديت المسرح وانا صغير تمثيل وانا صغير انا بتعبيري الخاص نقول ما عنديش في العروق تاعي دم ولكن عندي مسرح عندي تمثيل يمشي نحب التمثيل هذا نحب نمد رساله وكما قال اخ فنان قال كلمه شباب بزاف انك لازم قبل ما تكون ممثل انك تكون انسان معناتها الحاجه الى خرجتش من قلبك من المستحيل انها تدخل قلب الناس صح يعني نحب نعيش حتى يكون سكات فكاهي نخدمه من قلبي باش يوصل قلب الناس يعني الاحساس اللي تعيشه انت تحاول انه تخلي المشاهد يعيش كيفاش لقيتو حمزه كيفاش حكايته عندك تجربه في التلفزيون الجزائري من خلال برنامج كوميدي اكيد احكي لنا شويه على التجربه شاركت مقبل في كوميدي فن في التلفزه الوطنيه شاركت مؤخرا في شهر رمضان هذا شاركت في نقول في بالك في حلقات قصيره ولكن نتمنى ان شاء الله يكون الاحسن ان شاء الله نعاود نرجع لك يلا انا تبع لمديريه التربيه لولايه بوليده نخدم في مؤسسه اللي هو في سيام هذا كان يقرا وين كنت نخدم انا في الاداره كان واش نقول لك طوايشي وكانت استاذه كنا نديروا مسابقات بالمدارس بالمتوسطه انا والله عارف انا حبيت نطرح سؤال علاش انت وياه كبار اسي بوان تبانوا انتاج يعني تبانوا قد بعضاكم لا كبر قبل الوقت هو كبر قبل الوقت انا شغل جيد الدنيا الافونس مليحه هذا نعاودوا نرجعوا للنقطه الحساسه اللي كنا نقول عليها انه لازم يكون الانسان المسرح اللي هو قبل الفنون او التمثيل لازم تكون عنده رساله تربويه بادي هذا اللي قدامكم كان تلميذ عندنا في المؤسسه الامنيه تاعو انا كانوا يعرفوني بعض المناطق كان على سبقولو قال لي الامنيه تاعي نكون معك فوق الخشبه انا قلت له باش تكون معايا فوق الخشبه لازم تكون عندك اخلاق اول حاجه لازم تكون عندك دراسه يكون عندك مستوى دراسي الا توعدني بهذو الاثنين انا نوعدك تكون معايا وفعلا وعدني ووفى وتحسن بزاف الاحسن والحمد لله ربي وفقنا ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله جميع اللي يشوف فينا الا كنا عجبناكم زيدوا عاونونا ان شاء الله باش نزيدوا نكونوا اكثر اكثر هذه كلمه تخلص اليوم يعني حضوركم مع فنانتنا القديره بهيا رشدي يعني واش تنصحيهم فنانتنا؟ سمحت يقول قال الكلام شباب عنده الحق لما يقول لك الفنان لازم يكون مثقف لازم شوفي الفنان قد ما يحاول باش يكون صوره مثاليه للاخر قليل في كل شيء لازم ثقافه لازم ادب
لازم الإنسان شوفي أدنى شيء نقدمه للآخر هو أنك تسمعي له، ولما يتكلم شوفي فيه. احنا متعودين، احنا والدينا دائما يقولوا لنا كي نكون نهضر خزري فيا هكذا العين للعين، فهمتي؟ فهذا من باب الادب. الادب يلعب دور كبير صح. في حياه الفنان، الاخلاق وتربيته خاصه الثقافه. لازم يثقف، لازم يقرا، لازم يشقى، لازم يتعب، لازم يكون صبور، لازم يسمع للآخرين، لازم يكون هادئ مع الناس. حتى إذا كان يعني في بينه وبين نفسه عصبي، لما يخرج خارج بيته لازم يكون النموذج والقدوة الحسنة. صح. ضروري ضروري ضروري. فنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا. يعني كانت هذه نصيحة ذهبية من فنانة قديرة بهية رشدي، لكم أنت كريم وحمزة وكذلك الكل يطمح وحب انه يدخل هذا المجال. يلا نروح الى جو اخر، جو الاغنيه مع فنانتنا كذلك سماح عقله. وش راح تغني لنا اليوم؟ والله راح نقدم لكم اغاني عاصميه، يعني من السيدي اللي عملته، هي سيتي ان لايف عراسي، دونك خيرت منه تقطوقة مقاطع. يلا خلينا على حسب جو العيد. اكيد قبل الاغنية انا نضرب حبات شراك عاصمية، لازم ناكل مأكولات عاصمية. صحتك صحتك. هذوما الغنية اللي كتبتهم لها ريحة يملي يا طاطا هكا جبت فيها.
برافو عليك حبيبتي سماح. عندك جوزي الله يبارك. نورتينا دائما ومنورتنا بالحضور نتاعك. وصلنا عادل الى النهايه، نورتنا بالحضور نتاعها فنانتنا القديرة بهية رشدي، ونقول لك دائما عيدك مبارك وينعاد عليك كل عام بألف صحة وهنا، تحية الأم كذلك. شكرا، بارك الله فيكم حبيبتي. وشكرا للتلفزيون الجزائري، شكرا للطاقم الشبابي ما شاء الله الموجود معنا. صحة عيدكم يا شباب كلكم، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا أولادي يا أحبائي يا أعزائي، نموت عليكم. الله معكم يا ربي، الله يثبت خطاكم، إن شاء الله يثبت خطاكم وتكونوا من الناجحين وتكونوا القدوة لكل الناس يا رب العالمين، أمين. شكراً عزيزتي سعاد وأيضاً سارة على الدعوة. شكراً يا عادل حبيبي، ربي يحفظك ربي يا وسيم ما شاء الله. الله يعيشك، الله يعيشك. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله المزيد من التقدم لبلادنا إن شاء الله. الله يا رب. شكراً يا عزيزتي بنتي، شكراً يا ابني على الأغنية أيضا، وشكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم وإلى اللقاء يا ربي. حبيبتي ربي يعيشك، وشكرا لك كذلك. كريمو كريمو يعطيك الصحة. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، إلى عند علينا بالصحة وهنا. صافي بتيزير أنا معكم ومع عادل مع شكرا لكم مع طاطا أني مسميها حلم تاعي نشوفها، واليوم أنا قاعد قدامها. ربي يحفظكم إن شاء الله، وصحة عيدكم وعيدكم مبارك لكل الشعب الجزائري، و ربي يحفظكم. ربي يحفظك. سماح عقلة نورتينا، وصحة عيدك ومرة أخرى، وكل عام وأنت بخير. الله يسلمك سعاد، الله يسلمك سارة، يعطيكم الصحة. نقول للشعب الجزائري بكماله صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، وللعائلة تاعي كلها. وراني فرحانة بزاف اليوم تلاقيت مع طاطا بهية، عندي سنين ما تلاقيناش. نقول لكم يعطيكم الصحة، وكما قالت الجنود الخفاء نقول لهم يعطيكم الصحة، وصحة عيدكم وصحة عيد كل الجزائريين. يعطيك الصحة. شكرا لك سماح، وكذلك يعطيك الصحة مهدي، نورتنا وكل عام وانت بخير. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة كاع ليكيب ديجا اللي راهم هنا، نبداو بهم باسكو هما اللي ما يبانوش، حنا لا هنا. دونك يعطيكم الصحة كاع ليكيب، وبرافو ميرسي. يعطيكم الصحة انتوما تان، سا ما في ان انورم بليزير تلاقيت بفنانة تاعنا الله يبارك، وهادو مالي كيب تاعنا تاني من برا، وديجا كنا نقصروا انا وضحكنا. الفنانه تاني تاعنا هنا يعطيك الصحه. صحه عيدكم، صحه عيد كاع الناس اللي يشوفوا فينا، ان شاء الله ما نكونوش تقلنا عليكم. نشوفكم ان شاء الله في فرصه اخرى، ان شاء الله مناسبات اخرى اكيد ونجاحات اخرى ان شاء الله. نشكرك انت كذلك حمزه، وصحه عيدك. صحة عيدكم وصحة عيد كل الناس اللي يشوفوا فينا، نقول لكم عيدكم مبارك. انا الحاجه اللي حبيت نقولها على المباشر، نقول كلمة واحدة اللي في قلبي بزاف، أن علاش الحصة الشابة وقتها قصير، وقتها يخلص بالخف. شرف عظيم أن نكون قبلك الأخت سماح، أخ فلان، وخياتي في زوج، أخ عزل، والله العلي العظيم أجمل جو عشته من اللي بالك ربي وفقني والحق للتلفازة هو اليوم. حتى كنا في الكواليس وهذاك الجو العائلي نستبن فيه، وهنا زدت تبنيت القاطو. وش نقول لكم؟ صحة عيدكم، عيدكم مبارك. كان معكم حمزة خالو فرقة النجوم، الله يخليك. شكرا حمزة. صحة عادل، احنا يعني نقولوا تشرفنا وحبينا الجو معاك من خلال الشهر الفضيل، واليوم كذلك قاسمتنا تنشيط من خلال هذا البلاطو في عيد الفطر. نقول لك دائما متالق، دائما ناجح ان شاء الله ومتميز. شكرا، يعطيكم الصحه. والله ما انا يعني تشرفت بزاف يعني بالعمل معاكم ساره وسعاد، ايكيب هايله، ايكيب ما شاء الله، يعطيكم الصحه. ان شاء الله بالك تعاود ان شاء الله تجمعنا فرص واحده اخرى ان شاء الله، ونعاودوا نتلاقاو. شكرا ثاني لكامل الناس اللي راهم يشوفوا فينا وراهم يتبعوا فينا على قنوات تلفزيوننا الجزائري. وافقناكم طيلة شهر رمضان، جيسبر كنا خفاف عليكم، سينا نمدوا واش عندنا. يعطيكم الصحة، ونحيوا ثاني الزملاء اللي كانوا معنا ثاني، تحية ثاني كبيرة لمصين حامية، مهدي ضيف الله، عبد الرحيم بوطهرة، جابي تاج، لقمان رحموني، سمير سيد عثمان، ورستم بن ناصر، كامل يحيوا، نحيوا العائلة تاعهم، نحيي العائلة تاعينا ثاني، ونقول لهم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، وكامل الناس اللي يشوفوني ويعرفوني ما قدرتش نسميهم بواحد بواحد. دونك يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو، نعاودوا نتلاقاو بكم إن شاء الله في فرص
خلاص واحد اخرى شكرا. دائما تحيه ثاني كبيره الكاميرا مان يعني اللي يخدم معايا دائما مقابلني اسمه والله ما نعرفه ولكن تحياتنا ليه من جنود الخفاء. ميرسي بوكو شكرا. وكذلك دي جي نيسو نقولوا له صحه عيدك وينعاد عليك كل عام بخير وصحه في حياه الاهل نتاعك والوالدين نتاعك. وكذلك هذه كذلك التحيه لكامل الطاقم التقني والفرقه اللي رافقتكم من خلال برنامج الدار داركم من خلال اجواء العيد وحلقه العيد. عائله جيتي اينما كانت واينما وجدت عبد القادر، عائله بوسوالي، عائله لونيسي، عائله كعباش والعمراوي كريم، دون ان ننسى عائله عثمان خالد. كذلك نشكر الحلاقه اللي دائما تهتم بالشعر نتاعنا جمال للهم، كذلك تجميل اللي يهتموا بالمكياج نتاعنا عطاب ريما ولي حبيبه وبيبا كما نعرفوها ابتسام. نشكروا على هذا الديكور واللباس اكيد اللي نشكروا دائما تحتني بالاطلاله نتاعنا ميزون ياساف الطاطا وكل العائله. كذلك نعيمه الديكوراتريس نتاعنا اللي نشكروها واللي تسهر على كل صغيره وكبيره من خلال البلاطو. كذلك نشكر عائله نشكر بون انا كذلك نقول لعائلتي الماما والاخت نتاعنا اشراق زوجة الاخ نسيمه والاولاد كذلك يوسف نورسين بلال حميد هشام في المهجر وعائله بوسوره فضل اينما وجدوا، عائله الساسي، عائله زروق، فلا ليلي وكذلك بسمة بفرنسا، وعائلة جاجي ناجية للأم نتاعو كذلك وللإخوة نتاعو وكل اللي عم نشوفوا فينا. نقولكم عيد مبارك سعيد. وكذلك فريق الديكور نعيمة جمعي وكذلك إسلام غانو فارس وعائلة مباركية لبرج بوريريج. وكذلك نشكر الطاقم، أنا نعاود نشكر يعني جابيلا مر الكاميرا تاج، كذلك رحيم بطهرة، كذلك ماسين ومهدي، ونقول لهم عيدكم مبارك سعيد واللي كان يسهر على كل صغيرة وكبيرة أكيد المخرج أقول رستم بن ناصر للعائلة نتاعو الصغيرة والكبيرة أعده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وكل العاملين في التلفزيون الجزائري. نقول لكم دائما عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بألف خير.